شيخ حصو بحي قبضو في منستي أه لانا بحي دمر لان وحي الشيكتان إني وحكم قيهين وحي أفلق ديان دينتا وحي دوران آيات كي أحاديثة وحي نعايا النبي عليه الصلاة والسلام حكم كود محويا قبضها محادثة كلتها للهيد روح إلهي عايا والنبي عايا ودينتا وحكي الشيكي روح أسي مسلمة روحاسي مسلمة صومالي هدوية هي مسلمة وقال لأن إلهي اللحاية وكفر الصريح هو نبي محمد اللحاية وكفر الصريح قال لما إسكعد دين توح لك الشيء يقول اللحاية وكفر الصريح وقال لما إسكعد وكي إلهي القرآن كي نوقف الشيء لمن كي وحكى لإسكدا السحابة نبي وحكى الشيء وعي أي الله وحكم سودتي آيات القرآن في سورة التوبة كجرت قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما الله يا آيات كيس آيات كشتي سيسيسا وضح كشي كيسا وحبها عذر دارن النواد قالوا ذنب بلا تبارك وتعالى وركوا كفر الصريح وقال لما اسكعد انت بدن روح يوب بدن تاي قبلها يرير قبلها نوع عصو كلام برامج نوع عصو كلام وحاكت دنبية هي أدو أما الدولة دو أما منظمات كإلحاد كإي الدين لأنت كشقية با إنت بدا كدنبية هو لسو أبابو له مرنا يرى لسو أبابو لي مر ويلل با لسو أبابو لي مر قبلها لسو أبابو لي مر هي أذية مقع محوية دمر با لسو أبابو لي يعني وحاسي مرك وحوي وحيو بضنت هاي وحون هي أدق قال كدنبية oo laga dambeeyay u badan tahay ama kanisadaha ama kuwan mulhidiin ee diin laanta waxa soo ka dambeeyay waxay u baahantay marka waxa soo kale marka la arko in la dagaalamo hadii awood loo leeyahay oo markaasi awood dawladda ay jirtana inta laga qabto in xukun sharci la saaray u baahay hadii ay suuroobi waydo taa lahaynina waa in la fadhiixeyo oo meelaha ay wuxuu ahaay ku jiraan iyo meelaha wax ku sheegayaan iyo la daba galo oo ummadda looga digo oo iyaga wixii la gaari karo loo naseexeeyo siyaasa loo baahan yahay allah hanuuniyo innagana ilaahay iimaanka haynu ugu sugo jazakallahu khayran sheekh su'aashan ila watanad sheekh qofkii cadar ursada ama indhakuusha oo dhuunta ka dareema dhadhanka indhakuusha soonku ma ka burayaa mid ku saabsan cadar la ursaday أما المرصدي يد الصنك وحما يش بالإجماع لأن عنتنا ما عبيتنا ما هم معنى هذه نمله تقول سابسا إن لكوشا إن ده الله مرصده ويجرتا قال واحد جر مر قد إيش مرصته أدون تكدري من يسر الله كذا هذه أدون دون تكدري من أيضنا بالاتفاق صنك وحما يريش hadiise inda kuushi aad indhaha marsatay aad dhuunta dhadhankeeda ka danatay iyo cunaha markaasi iyadana sida saxiixa soonku waxba noqon maayo fuqahada qaarkood way jiraan oo dhahaya soonku waa jabaya oo dhuunta wixii u gudbay hoos iyo jawfku aaday laakiin sida saxiixa soonku ma jabayo maxaa yeelay cuntana ma aha cabitaanna mana macnaheediina ma laha ishanwa wixii gaadhay uma gudbo inta badan asagoo oo wax burinaya uma gudbo caloosha uma gudbo marka waxaan ma yeelayo soonka insha allah tacaala nacam jazakallahu khayra sheekh su'aasha la xilaabatanaad sheekh ka waran qof habeenkii xanuunsaday hadduu yiraahdo haddaan caafimaado biri waan soomayaa haddaan caafimaadinna waana furayaa hadduu caafimaado soonku ma ka ansaxaya masalada waa masalada la yidhaahdo ترددك النية ده روحه صنكيس حقوق تماء وتير إنه هبينك النية يستو أنت واقو برين لكن النبي صلى الله عليه وسلم روحان هبينك النية ده بريسين صن ملا نية ده مركا وإن يقو أنتها وإن التردد كتيرين أين الدين معناها هديسان نقطة ونسومي هديسان نقطة نسومي ماي هذه عدد يقول قوضة وانسومي هذين يقول إن السومي ماي هذان حنون كرّيست وانسومي هذين حنون كيسيها ينا وانسومي ماي
نية دنو حاسو كلا تردد بالرها نية دو حال ربا إلا جسميو لأن السيدة دب واحد ويا عزم القلب واحد عزيمة القلب واقو آن قلبي قارو إنو شيء قاسمين يعني نية ليدان هذا مركب متردد تهاي وهذا يصير نقطة هذا يصير نقطة نية دي أو قانيت ما سيدة سردد بعلماء بدن كده حي قمن جمهور تودو نية داسي آن قانين صنكو كو أصحي ماي ومثل هبين كادو يلا هذا أدان بريح عف ما دو سومي أو أصنية جازمة قدال دم بالله إيمانين أو عاف ما دو ساكو سوما صنكو صح ما بلي وصيح لما دو قضي وينو نية دا قوي بري وان سوما يا لكن هذا سيدا نقطنا وان سومي هذا سيدا نقطنا سومي ما يو ونيو لبع لبع واه نية قوان ما تنوع سوك الله وحي لمركو صنكو أصحي ما يو ونية دي باكم مقان علم هذا قارس التصحيحين يواجه رسول شيخ الإسلام ابن تيمية إيوه لكن وحلو بدن يهي إنو صون كبور إيوه صون كاس إنو سن قنتم ينده هيا اللو بدن يهي والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ سؤال شاتدوبي لغاتنات شيخ وحان قتي قري نيروبي كويا الله والعاق تيس الله يريرين إيوه وحان مدسان أه أرورين إيه العاق تي قريقا وحين قارتين سابكي زكا ذا زكا ميان كبحين إيوه ورت النسابكو وحالي هذا وقدرك حوله مركي قاعدان أي زكا كواجبت لأن حوله هو زكا كما واجبت حوله مركي سو قاعدان قدر مركي سو قاعدان شرعة الشيكتي أي زكا دو كواجبتا قيلو كالي مركو شن نيف سو قاعدو عريقو كالي مركو أفرت نيف قاعدو لأضو كالي مركي صد نيف قاعدو نساب بالي هذا مركي قدرك أي زكا دو حولها كما واجبت لعجها أو كلا قدر بك جواجبتها. مدى مركا عندنا هنا الكبار على جواحي تاعي. حاله مركا يسوق قاران قدر كي زكده كواجبي شيء. مركا بلقي زكين ماي. مركا صاحب الله تيرنا يا سند. سند مركو أسوء وريجو. قدر كي زكده كواجبي سنا إن حاله هاس وقدر. أي زكدي واجبتي. مثلا العقبة سكودر دريسي سكودر دريسي سكودر دريسي رمضان كان يسوق قاعدي قدر كي زكده كواجبيس مركن كزكين ميس زكدي كما واجب لكن مركا يسوق قاعدي زكدي قدر كيدي ايات سنة كثيرين ايسا رمضان كدن بي اي زكده كواجبي اي حد ما وحال روا مركا قاعدو قدر كا ان هاد سنة سوريب تاهر توامت ميد الله باي لعجها هديبة أديكو هيا سنة الصوريجو قدر كينا أي قالو وإن أتكس كيسو أما أوبا هنو أما أوبا هنانين أما الدين هالوجولة هاو أما جوري هكا كلا محو هيا كا كلا دمناه أما إسلام تي هكا أمولا يسو مربا هديبة أي وقت جسو قالو أدوك عنتو كهيا وإن أتكس كيسو marka guri ba iga qalan oo lacag la iga galeeyaan bixbixinahay kama saamaxayso sida saxiixa jamaahirtu ay qabaan sakada xoolaha waa lagu leeyay maadaama waqti kugu yimid adoo haye hadii uusan hawl kugu soo wareegi lahayn inuu aad guriga ku bixin lahayn gurigaanka aad gadatay aad saga bixin lahayd waqtigu intuusan soo wareegin de waxaad ka sakaysay ma haysid booy ku dhaaftay sooma laakiin haday kugu timid waqtigu kugu yimid ka sake sakadu waa laazim markaasi حوائجته أساسي أنا شرط أمائها إن الروح الضباله وقرق إيه عنتدى إيه عبيتانك إيه إن الضباله وحي سيادة أم لقزك بحيه مذهب ضعيفة وحنفية دقار كم إذا أي قبان وي جمهور توحي قبان أما باهي ذا هاد تاقناتو أما يستاقنان مربع هدي حولها كات الزكس وقت قيدي سوك شوي قادو كسكي كدي وحي كوسو هرا باهي ذا دكو قبصو والله أعلم. جزاك الله خير الشيخ سؤال سداد الوطنات الشيخ كرادة دكان ندا ودور سنة وهرمر صدقوفك دكان كله وبنان تهي ووحي نقون يسادين وقفك بحي هدود انتو كي قاتي ما وسوع لنيا كرادة قريها لغا قاتو اما دكان مدى لغا قاتو اما دولالك وحيالها كالي لكريست لغا قاتو لو سيبوي بنانتهاي
إن لهور مرصدنا ويبنانتها إن دب لغا قاتنا ويبنانتها وقلب سيدي لغه الشيء والمسلمون على شروطه قلب سيدي دتكن وحكا لك كريسان يا أي إسلاكرتان وكوه الشيء سيداس وي نقونيسا دي لك لهور مرصدنا وصح حديد دب لغا قاتنا وصح تي لهور مرصدي مركو روحي هور مرصدي سند هور مرصدي أما الله وصنو كردي هور مرصدي هادو جيري يودو سؤال شيدا كتمي جيري دي سوحما بدليس لأن أددك لحلكي سلهابا بوسكي سي إيماني نين كان ميشا روحا ميشا لغا كريين ووقتي كي سرد أما يساني لأن يجارد يكردو وعقد لازم ما عقد جائز ما عقد لازم كوحلي لهذا وهشيس إنه وقتي كي سرد أما هذا مويه لبدا دينعي ودقالي وسنكا كاليكا بحكرين اللهم إن يكون شيئا مويه هدو متكوت لنتنا مبريو عقد واسيجريا ددكي كالي إساق نحلكي سلها أمبا أميشي إيمان أساقنا وقتي كي سرد أما يسانا يا كي بعد انتي إساق أتعال الله ونحرس نكال لكي وقتي كي سرد أما يسان كيردي والاقو هور مرسدي لبدا السنة ما السنة تكاسي أود منبو أما يسانا يا وحي كدن بيا أي وحي وضع الله يان دادكي لحلك لها إلا وريغي مسوريا دا مركا لما شادي سوحبا كما بدل إيسو كرادي الهور مرصدي يحقتي يا هشيسكي وحلوك القاتي والله أعلم جزاك الله خير شخص أشا سأل لواتناد شخص زكاة الفدرقة ملاسي بحنكرا رمضان كأو أندمان قيمة أهانا ملاقو بحنكرا زكاة الفدرقة وقتي النبي صلى الله عليه وسلم وحال بحين شري سيدا حديث عبد الله بن عمر وتلمامه مركي رمضان كمال من سلم بريك الله بنته ولا سي بحين شري سيدا حديث تصريحه خصو قلنا وقتي فضق بدن ومرك الله افره لان زكذني وحي كو خيرنت افريد زكاه الفطر بالها مرك الله افره هبينك عيده إلى صلاة الصبح بهي كدم بهي أنت صلاة عيد اللي تكنين وقت قاسا أقوف فضي بدن مالنا ولا جسي هرمرين كرا يلا ببري أنت وحي كهر ريا والرمضان لحديقة مسو أرورين واحد دليل النص مالها إن زكاة الفدر يلا سي بحين كرو ساس ثلاثة يتبع علماء قاركود وحي ليهين عدي بحسة وين يكون نقطو قال روحي لي رمضان ورنا ولا بحين كرايا لكن واحد دليله وعد مسألة سملها إن رمضان دحدي صلى سي بحين كرو وإن للسجو قبل الفطر بيوم أو يومين أما بعد الفطر إلى صلاة عيد لقته كريو وقت قال إن لبحيو إيه طلبات قيمة ما لقوا بحين كرا الله حكم لقوا بحين كرا سيوبدين ينحلم ذو ما يه ويجران فوق هذه سلف كقار كم يذوق قبي عمر بن عبد العزيز إيو حنفية ذا إيو أي ما قبته ويجرتها إن لحق لقو بحين كري الشيخ الله بن تيمية عليه رحمة الله وحليه سجل هذه مصلحة هذا أقومك مصلحة هذا مسكينك هذه لحق تكون شرته لحق والله سينو قيمة والله لقو بحين كرابو ليه مركو مسألة فوق هذا قار كود قبل لكن وحلو بدن يهي وقت جي النبي يقول عملك أها حديث تظاهر كذا كم وقضى إن راشين لبحيو أو أن قيمة يلعق لبحين كرينين ساس علماء أبدينهين احتياطك يتحدر كنا سيدا سوكوشرا والله أعلم جزاك الله خيرا شيخ سواش صدناد شيخ مركا لا فورا يهدان ليك يار اسكو أركو مركا أصاب حين أن اندرامين سونكي ما يجرا يعني يحنو فهمي ودمر يعني ليك عدد إسكو أركتي هذا يصير استهيا ومركي أفوري سي ليك عدد إسكو أركتي معناه ده دو إسكو عدد هاي إنه صباح هاي أنت هنا أفورين هذا مركي أفورتي كدي بإسكو أركي لهاي أو وقت كسو وريجي مركي الشكي بقلي لها ما أفورك كهر بصباح هاي بس أفورك كدي ومحوم كلي قاضن لهاي لكن مركي أفوري سي بهذا إسكو أركتي ليك معناه هذا وحوي وحصاب حي دي كاسي انتي اينا افورين سيدا هذا نقطنا مالك سوق كذو وشبايا وين سوق اللي سواه
أرتنتو صوت محيطها لأن عبادة النية لجوجو تي عبادة كل نقص كالسمين ينكو أنفعش كالله السمين ينا يكو قاريس وين عبادة الصحدو عبادة حول دراد الله قلينا ما بقى صحدا بس صوما عبادة أدو حج أدو كشيء وشيل ما دق أدو يا عبادة ما وحدو أدي إنا شيل ما قادت إيه إلهي درتي ماذا أصبينا عبادة هذان إلهي درتي الله سمينينا ما بقى صحيصو سيداس دراد إن لغو قرقر طوال ليلة هذان إنتا إسينا إني كمسو حجيني أما حول الله صارتو خرشك كزياسا صح ماءها واتوليها ابن تيمية عليه رحمة الله روح سيدا سميري مقصود كي سوياهي وحقاقا كقاضا ايتاهي يعني وحويان وحليهي لا خلاق له في الآخرة وحن نصيب آخركم له عمل كايساقين عمل الصحي ماءها مربح دي الدنيا درته دي حول الله قلي ما فيعنا مركا ولبوياهن دم وحي نقطي سيدا اي افقاتي وحي نقطي وحمركو حاجكو سور دوادبا لغو تلقلو dad baba isu diyaariyay intaas oo ruux inuu mar mid ka umreeyo wax ka helo mid kan ka xajiyo wax uga ka helo yaani wax weey kharash maalin maalinta ka dambaysay si siyaadayo gorgortan la galo yaani waa cibaadada iyo marka laga dhigtay ganacsi laga shaqeysto laga dhigtay waa arinkaasina arin saxsan ma aha waa fasaad waa marka gorgortan iyo xoolo in laga raadiyo sax ma aha hadii markaad adigu cibaadada gudato ilaahay dartii u gudato oo kharashka ka bixiya haddii markaa kadib wax ku gartaan oo iyagu ay xaqooda wax soo ka gartaan dhib ma leh waa maal ilaahay ku siiyay iska qaad laakiin hana shartiye sanin hana ku gorgortabin ajir ka raadi adoonka ilaahay aad ka xajinaysana inuu ajir ka helo adiguna ajir aad ka hesho ilaahay darti u xaj kharashka haddii markaa aad iska bixin karin kharashka ka bixiyaan dhib ma leh laakiin wax xoolo laga raadiyo ganacsi laga raadiyo ma aha waana khald weeye عملكي سلف كان ما أهين والله أعلم جزاك الله خيرا وحن كسو قبل قبين أن سؤال داد بدنا يسو قد بيان وحواقع عنا أه واللي نيرو بيات بيو جرتا وحاو يا شيخ داد كوحي اللي هين قد بصيرا دم وبنان تهاي روضان تا قار أهان لان يراد وحي سميا نيرو بيشو ويسلي قبل دي قرسدان قد بصيرا كو قرسدان inay rawadaan ka saaraan bay u tala galaan rawadaan ka dibna haday rawaan way furayaan way ku tala galaan marka arintaas waxay diin ka qabtaa khutba sirada horaan uga hadalay khutba siro guur ma ah bal guur ka zinay uga dhowdah laana shiraacadu quraanka iyo sunnaduba guurka ay yaqaanaan wax weey gabadha in ehelkeeda la weydiisto laga guursado taasaa quraanku yaqaanaa xadiista nabigana ku sugan sallallahu alayhi wasallam gabadh inta magaalada laga kaxaysto oo iyada lala heshiiyo wadaad duur gal oho qol ku jira loo geysto la yidhaahdo igu meheri kadibna hoteel lala seexdo waxaasi diin maaha waxaasi guurna maaha diinna maaha guurna wuxuu uga dhow yahay zina uga dhow yahay zina loola qiilbaxayo la xalaashanayo buu guur uga dhow yahay arrinkaasi inuu caddaato waa lagaa maarmaan masalada labaad haddii iyadoo markooba sii kharibnayd haddana la yidhaahdo bisha ramadaan unbaynu wada joogaynaa kadibna waynu kala faataxaysan ayadana waa aafo kaloo ku korodhay oo waxay iyadana dhinac ka soo gelaysaa wixii la dhihi jiray mutcad iyo sheecada mutcad iyo sheecada mutcada sheecadu wax waagii hore bannaanaa buu ahaa sadri lislaam laakiin waa la bedelay oo waxay idi haweenayda iyo ninku intay heshiiyaan bil baan wada joogaynaa waxoogaagana waan ku siinahayaa bisha haddaan dhammaysanana waa kala tegaynaa waa mutcad iyo sheecada wa iyadana wax shareecadu diiday waay oo meesha laga saaray xataa haddii aad ehelkeeda weydiisato laakiin aad ku heshiisaan waqti kooban baan wada joogaynaa waqtiga hadduu dhammaadana waa kala tegaynaa xataa haddaad ehelkeeda weydiisatoy kuu guuriyeen oo shardigaasi meesha ku jira waa xaaraan waa mutco waxaad umaynaysaa marka iyadoo marka horeba kharibnayd oo khudba siro ahayd haddana shardi kale muddaan wada joogaynaa haddaan shardiga meesha lagu sheegin laakiin ninka niyadiisa ay ku jirto bil uun intaad waxoogaa muxuu ahay aad
qabowga Nairobi kaga baxdo kadibna iska siida ya ayadana waa khayaano kaloo siyaada ah waa gabadhan miskiinta oo khayaamayo waa kuur bay u haysataa ninka waxay ku talagashan tahay inuu la noolaanayo asagana hoosta waxa uga guntan habeenna intaad la seexato isaga dhaqa waa khaayin waa marka intaasoo fasaad iyo balaaya waxa keenay oo dadka halka gaarsiiyay waxa weey wadaadaa waxay u fatwoodeen guurka noocaas oo kaleeta waa sax mid wadaadahu meelaha ku jira oo kun ka shilin iyo labada kun iyo shanta kun qaatana uu jiraa oo waxaan ka hata sameeya aafadaasoo dhan marka wadaadaa ka dambaysa mid wadaad sheeganaya ayaa ka dambeeya waxaan leeyahay dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba xalaal raadsada haddaad guur rabtaan xalaal raadsada xaraan shareecadu xarimtay inaad shahwada ku gudataan waa arrin khatar wax waana faaxisho waa fool xumo waa dhaqan xumo waa wax kaa daba imaan doona waa wax aakharadaadi iyo adduunkaagaba saamayn ku yeelan kara waa wax cuquubo ilaahay kugu soo dedejin kara waa wax saamayn ku yeelan kara xataa muxuu ahay guri dambi iyo reer dambood yeelato waa wax aada u dhib badan waay aadna qur-aanku uga digay oo aayado badan oo qur-aanka ka mida rabbi kaga digay tabaaraka wa tacaala marka arrintaasi inay runtii bulshadeenna ku badatahay waxay tilmaamaysaa fasaad weyn oo jiray tilmaamaysaa aad ha looga taxadaro waxaa ka dhalanaya waxyaalaha ka dhalanaya ka mid ah qaabka noocaas oo kale inta dumarka lagu uureeyo ayay beri waxaa imaanaysaa yacani anugu kaama dhalin iyo kuma arkin iyo maya isagaa dhalay iyo maxkamad iyo odayaal fadhiista iyo naga soo garbaxa iyo sabeen xidh iyo wax aan la garanayn aafa meeshaa ka dhalanaysa haddii marka horeba guur sharciya oo markhaatiyo leh oo gabadh eelkeeda laga guursaday uu ahaan lahaa laysma weydiiyeen ilmaha meesha yaa soo galay iyo uurkayaal laysma weydiiyeen laakiin fasaadkan uu hoosta ka socdaay waxaa imaanaysa sidoo kale wax la yidhahdo ikhtilaatu ansaab nasabkii baa isku darmanay gabadhan saata bisha ninkana la jooga bisha dambena mid kale la joogtaa uur bay seelata bisha saddexaadna mid kale iskala seexa kulli waa khudba sireed ilmaha yaa dhalay ya yaa dhalay hadda goor bayna qabsatay annagiiyo kiis aan waagii galay aniyo shawaxdahaadi iyo allaa u naxariistee ayuu ah mid noocaas oo kaleeto intay mid sidaas oo kale meeshan kula seexatay Nairobi ayay tagtay oo markaasay Soomaaliya aad buula xaaway haddana mid kaleeto ayay isagana muxuu ahay ay saas oo kale intay la samaysay la seexatay way soo noqotay Nairobi bay timid wiil bay dhashay markay wiilkii dhashay markay foosheedii soo dhawaatay bay kii buula xawlaa dhashay oo tir warwaan umulahayaay intaana labaduba way biilaan ogow kana biil bay ka qaadataa kana biil bay ka qaadataa waa naga xariifada waa markii soo dhawaatay umusheeday fooshi dareentay baa kii xagga joogay tir war iba waan foolanaya isagoo ordayu yimid isbitaalkii bay gashay labadii nin isbitaalka isugu yimaadeen markii isbitaalka laga saaro ayay labadii nin yimaadeen midna ilmihii buu lacagtii ka bixin rabaa midna kana ilmihii buu lacagta ka bixin rabaa oo kaxaysan rabaa warsh xageed ka timid maxaad ahaydi meesha baa la isku salaamay kadib waxaa la ilmaha ayaa dhalay labadii reer labadii qoys ee Soomaaliyeed baa ilmihii isku qabsaday wiilkii gar aan galay bay ahayd ayada way qirsan tahay labada ninba waqtiyo isku dhowey muxuu ahay marta wiilku labada nin mid buu u egyahay maxaa la sameynaa marka bal masaaladii hal baaro maxay culimadu ka dhaheen yacani waqti baan haynay markii dambaan mid wax ukunoo nidhi kana dhalay muxuu ahay kana haqaato marka aafada aafa soo korodhay waayo bulshadeenna aafo weyn 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 baa ku soo korodhay oo runtii keeni karaysa makhaadir fara badan oo sharciya keeni karaysa waa in aada looga taxadaro da'yartana waa in waalidiintu tarbiyeeyaan tarbiye xumo fara badan baa sabab u ah iyo diin la'aan fara badan oo waalidiintu ay sabab u yihiin wallahu aclam jazakallahu khayran sheekh allah barakeeyo ilaahi subxaanahu wa tacaala ka aqbalo khayrkaas uu nala wadaagayo cilmiga iyo caafimaadkan allah barakeeyo inaana allahina ku anfaco allahina ka dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayatabicuuna axsana markaas aynu ku joojinanaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh